أعزائي المشاهدين، لربما مر كثيرون وهم في منطقة العطيفية في بغداد بتمثال كبير يتوسط ساحة نسبت إلى صاحب هذا التمثال، وهي ساحة عبد المحسن الكاظمي، والتمثال هو تمثاله. وتساءل هؤلاء: من هذا الذي يقف في وسط هذه الساحة في هذا المكان المهم من الجانب الغربي من بغداد، يلبس زي العلماء ويقف منتصبا كأنه يلقي شيئا؟ فإذا قلنا لهم أنه شاعر كبير، قيل لنا: وما أكثر الشعراء في مدينة بغداد وفي العراق، بغداد بلد الشعر والشعراء، فلما ميز هذا بهذا التمجيد وهذا التخليد المتمثل بوضع هذا التمثال في هذا المكان؟ وإن قيل لهم أنه عالم كبير، قيل: مدينة الكاظمية المقدسة كانت مدينة علم وعلماء، وبالتالي يبقى السؤال: لما ميز هذا دون هؤلاء وهؤلاء بهذا الموقع يعني المهم من التخليد والتمجيد بوضع هذا التمثال؟ إذن يستحق الأمر أن نلقي ضوءا على شخصية صاحب هذا التمثال عبد المحسن الكاظمي، ليس بوصفه شاعرا فحسب أو عالما، وإنما نحاول أن نلقي ضوءا على الجزء المهم الذي تميز به في شخصيته، بحيث ميزته عن سائر العلماء وسائر الشعراء. لابد كان هناك شيء يعني خاص به جعله يتفرد بهذه المنزلة العالية ويستحق بسببها هذا الموقع من الموقع الاجتماعي والموقع الأدبي وغير ذلك. لابد كان هناك شيء من هذا. إذن دعونا نلقي ضوءا على عبد المحسن الكاظمي. الرجل ولد في مدينة الدهانة، في محلة الدهانة من محلات الجانب الشرقي من بغداد، في عام 1871، من أسرة موسرة كانت تتاجر بجلود الخراف، بالصوف والجلود المدبوغة وغير ذلك، وكانت تحقق ثروة طيبة من هذه التجارة. وأراد أبوه أن يشتغل عبد المحسن مع كسائر أبناء هذه الأسرة بهذه التجارة المربحة، ولكن نفس الطفل عاف ذلك كله. ربما رائحة الجلود المدبوغة، وربما كانت في نفسه، وهذا أكيد يعني، كانت نفسه طماحة إلى شيء يتجاوز هذه التجارة مهما درت من ربح. فاتجه منذ طفولته إلى طلب العلوم. طبعا كانت العلوم الأولية تدرس في الكتاتيب، لكنه لم يكتفي بهذا المستوى، وإنما قادته قدماه إلى مجالس العلم والأدب في مدينة الكاظمية أو في مدينة بغداد أيضا. يحضر تلك المجالس ويسمع ويتأثر بما كان ينشد فيها من الشعر وفنون الأدب، وأيضا اتجه إلى القراءة، وكان يجد في مكتبات الكاظمية الحافلة بالمكتبات الزاد الذي أخذ يشبع حاجته الذهنية والوجدانية إلى مزيد من الاطلاع. وتميز في هذه المرحلة من حياته، يعني في صباه وفي شبابه، بقدرة مذهلة على الحفظ. كان يقرأ القصيدة من عشرات الأبيات وربما بلغت المئة بيت فيحفظها في بقراءتين، يعني يقرأ مرة والثانية يحفظ القصيدة. بل قيل، وربما في ذلك مبالغة، ولكن أيضا تدل هذه المبالغة على ما تميز به من هذه القدرة الغريبة في الحفظ، قيل أنه كان يقرأ الكتاب فيحفظه، حتى لو كان في هذا شيء من المبالغة، ولكن ما يرسخ من هذه الرواية يدل على أن له حافظة ستصحبه في حياته و
تثير إعجاب كل من التقى واتصل به. عبد المحسن الكاظمي برز شاعرا تعينه بذلك حافظته واطلاعه على أشعار القدماء، بل بز شعراء كثيرين من في عصره أيضا، وجد نفسه يعني مهتما بدراسة العلوم الشرعية أيضا واللغوية، فنال الثقافتين، الثقافة الشرعية والثقافة الأدبية. كان شعره في مطلع حياته وفي شبابه يميل كعادة الشعراء من أبناء فئته العمرية إلى الغزل، ولكنه غزل عفيف. ثم مال بعد هذا إلى الرثاء، فكان يحضر مجالس العزاء الحسينية في الكاظمية أو في بغداد، بل وكان يقصد النجف وكربلاء، أما مستزيدا من علم أو لاطلاع على كتاب أو ليحضر بعض هذه المجالس، وهناك كان تتفتح قريحته وينطلق بقصائد في الرثاء. وحقيقة كانت قصائده هذه كلها ارتجالية، لم يكن يعد للقصيدة كما قيل، أو ربما كان معظمها يرتجله ارتجالا وينطلق بالنظم بسرعة الإلقاء، وكان هذا شيء مذهلا أثار إعجاب الجميع بقدرته على ارتجال الشعر، حتى اشتهر أمره و يعني أصبح لافتا فعلا لنظر المعاصرين. أيضا إلى جانب هذا أنه لم يكن أديبا وشاعرا فحسب، وإنما كان مفكرا، كان يعني يعمد إلى الالتقاء بالأدباء والمفكرين الذين يفيدون إلى بغداد إلى مدينته أو إلى المدن الأخرى، يلتقي بهم ويتحاور معهم، وربما كان من أبرز أولئك الذين وفدوا إلى بغداد في زمانه المصلح الكبير السيد جمال الدين الأفغاني، نزل في بغداد وهو أقام في خان في سوق الصفافير في بغداد، فقصده عبد المحسن الكاظمي وتحاور معه والتقى به وتأثر بآرائه الإصلاحية تأثرا كبيرا حتى أصبح من مريديه. ولكن هذه المسألة لفتت نظر السلطات في ذلك الوقت التي لم تكن مرتاحة لنشاطات وأقوال سيد جمال الدين الأفغاني، وبدأ يشعر عبد المحسن الكاظمي بملاحقة الرقباء لأقواله ولتواجده هنا وهناك، فترك اضطر إلى ترك بغداد وتجول بين العشائر في مناطق الفرات الأوسط ويعني وفي جنوب العراق، ثم اضطر أخيرا إلى الانتقال والسكن في بعض إمارات الخليج العربي، ثم قصد الهند وعاش هناك نحو من سنتين مبتعدا عن مراقبة السلطات لنشاطاته. يبدو أنه كان له نشاطات مهمة، وإلا ما وداعي هذه الملاحقة التي اضطر من أجلها لمغادرة وطنه إلى تلك البلاد الكثيرة، يعني الإمارات الخليجية والهند وغيرها. ثم قرر أخيرا أن وهو متأثر بسيرة السيد جمال الدين الأفغاني أن يذهب إلى أوروبا ويعني يستفيد من إمكانات الصحافة هناك، أن يصدر صحيفة كما أصدر السيد جمال الدين جريدة العروة الوثقة، أراد أن يحذو حذوة ويقوم بنشاطاته الفكرية والإصلاحية من خلال ما يمكن أن يصدره من منشورات ومن صحف ومن كتب وهو في تلك البلاد. وربما كانت فرنسا مرشحة أكثر للعمل في هذا المجال، فركب البحر، ركب سفينة ووصل إلى مصر كمحطة لأن يكمل الرحلة إلى أوروبا، لكنه
لسبب غير مفهوم تماما استقر في مصر. قيل أن نقوده قد نفذت في تلك المرحلة من رحلته، بحيث لم تعد تكفي لأن يواصل الرحلة، وقيل أشياء أخرى، لكنه استقر، فضل أن يستقر في مصر. وبالتأكيد كان للأدباء والمفكرين المصريين سبباً، كان هؤلاء سبباً في إقناعه بالبقاء في مصر، وعلى رأسهم كان المصلح الشيخ محمد عبده. ذلك أن محمد عبده كان هو أيضاً من أكثر المعجبين والمتتلمذين على السيد جمال الدين الأفغاني، فجمع حب هذا المصلح وأفكاره بين الرجلين، بين عبد المحسن الكاظمي الوافد من بغداد، وبين محمد عبده الذي كان يمثل تياراً إصلاحياً مهماً في مصر. فاستقر في مصر وترك فكرة السفر إلى أوروبا بشكل نهائي. وفي مصر حقيقة وفي القاهرة بالذات لقي عبد المحسن الكاظمي كل ترحيب وتقدير، بحيث لا نقول أنه نسي وطنه، ولكن يعني ألهاه ذلك، شغله ذلك عن التفكير بالعودة إلى وطنه رغم تغير الأحوال في العراق. يعني هو هاجر إلى مصر في عام 1911، نعم كان هذا في الحكم العثماني يعني، ولكن بعد ذلك زال الحكم العثماني وجاء الاحتلال البريطاني وجاءت الحكومة الملكية، ومع تبدل الأحوال السياسية في العراق لم يعد إلى العراق، وفضل أن يموت ويدفن في أرض الكنانة، وهكذا فعل. في عشية الحرب العالمية الأولى مصر دخلت أو فرضت بريطانيا عليها الحماية البريطانية، وتم يعني خروجها من الدولة العثمانية، وأصبحت محمية بريطانية في عام 1914، قضي على حكم الخديوية المصرية شبه المستقلة أو المستقلة فعليا عن الدولة العثمانية، ولم يبقى أي ظل للنفوذ العثماني في مصر. حين ذاك رأى السيد عبد المحسن الكاظمي أنه إذا عاش في مصر سيكون بعيدا عن يعني عن أي رقابة عثمانية، يبدو أنه كان فعلا يخشى هذه الرقابة التي لاحقته في وطنه في بغداد، وأنه أصبح حرا في أن يكتب وينظم ما يشاء. وهكذا عاش حياته يتنقل بين المجالس الأدبية، ويحضر في هذا المجلس أو ذاك وينشد الشعر، حتى عرفه المصريون والأدباء المصريين جميعا. شاعر جاء من بغداد يحمل فكرا إصلاحيا، متحمسا لأفكار السيد جمال الدين الأفغاني، صديق حميم لتلامذة الأفغاني، وعلى رأسهم الشيخ محمد عبده. لم يكتفي عبد المحسن الكاظمي بذلك، وإنما كان متابعا جيدا لشؤون السياسة في مصر، حتى أصبح في يعني في اتجاهاته الفكرية كأنه مصلح مصري لا وافد من العراق إلى مصر. وبالتالي كان من أوائل الذين يعني أدركوا أهمية الاتجاه الوطني في مصر الذي كان يقوده سعد الزغلول، وقد امتدحه بقصائد تنم عن وعي سياسي وطني واضح، حتى أنه حينما توفي سعد الزغلول هذا الزعيم الوطني المصري الشهير الذي أسس حزب الوفد، قاد الوفد ثم تأسس بسبب ذلك حزب الوفد الذي قاد السياسة المصرية لنصف قرن تقريبا، أنشد وألقى عبد المحسن الكاظمي قصائد طوال كثيرة في رثائه، وفي هذه القصائد لمحات ذكية في عن يعني والتفاتات للحياة السياسية ومستقبل العمل السياسي، وفيه أشياء تتجاوز محض الرثاء
إلى أشياء فكرية مهمة، حتى أن بعض المعجبين بشعره جمع هذه القصائد في كتاب كامل طبع في القاهرة في ذلك الوقت، والذي قام بطبعه هو خير الدين الزركلي الأديب المؤرخ الشهير صاحب موسوعة الأعلام فيما بعد. تميز شعر الكاظمي بجزالة واضحة وبعذوبة كبيرة لفتت نظر الجميع، علما أنه ظل ينظم الشعر ارتجالا، يعني نادرا ما كان يكتب شيئا، أو ربما كتب مطلع القصيدة ثم ترك لنفسه أن تنطلق ولقريحته أن تتفتح، فيأتي بالعجب العجاب من المعاني الفريدة. قصيدة واحدة في رثاء سعى الزغلول زادت على 100 بيت، وكان الناس يعجبون. القصيدة لا هي في جيبه، ولم يسبق أن نظم شيئا في هذا الموضوع، هو يدعى للمناسبة ويأتي لها مباشرة. أين هي القصيدة؟ وهو يتدفق بإلقاء قصيدة مبهرة في معانيها وفي ألفاظها، كان ينظمها ارتجالا في أغلب الأحيان، كان ينظم هذه القصائد ارتجالا. وحتى لو حفظ شيئا فيحفظ دواوين كاملة أو يحفظ قصائد طويلة، كان متميزا حقيقة في قدرته على الحفظ وعلى الارتجال أيضا. عاش سعيدا في حياته، لكنه ابتلي بضعف في عينه حتى أصبحت هذه تمثل ضعف بصره، أصبح يمثل مشكلة، يعني أخذ يعاني منها مع مرور الوقت ومع تفاقم هذا الضعف الذي أصاب بصره. أيضا مما يعني أتعبه في هذه الإقامة فيما بعد وفاة صديقه الحميم الشيخ محمد عبده. وفاة محمد عبده حقيقة فتت في عضد الكاظمي، كان يميل إلى هذا ويراه محاورا وفكريا أكثر من أن يكون صديقا عاديا، ويعني بدأت ظروفه المعاشية حتى المعاشية تتردى شيئا فشيئا، حتى يعني توفي في القاهرة في عام 1935، ودفن في مقبرة في مصر الجديدة، ثم نقل إلى قبر يعني جميل، ضريح جميل في مقابر الإمام الشافعي، وقد أنفقت على إقامته السفارة العراقية في القاهرة عام 1947. شعره هذا لم يسجله، سجله المعجبون بشعره، هو ينظم القصيدة، هو يعني يرتجل القصيدة وينزل من المنصة ولا يعلم ماذا سيفعل الناس بها. الناس كانوا يسجلون شعره، وبالتالي جمعت هذه القصائد في دواوين طبعت تباعا على شكل مجموعات، طبعت في عام 1912 المجموعة الأولى، يعني أول قدومه إلى مصر إلى القاهرة، ثم المجموعة الثانية طبعت في عام 1948، وله قصائد يعني طبعت في، ثم جمعت هذه في ديوان كبير تألف من 8,618 بيت، هذا يعني عد أن ديوان حافل كبير. أعزائي المشاهدين، ربما يعني ألقينا ضوءا على صاحب هذا التمثال الجميل في بغداد، و ننتقل للحديث عن علم آخر إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.